2 إلى بحر. تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية. علماً بأن الهدف غير معرف. استلمت من بحر إلى رئيسية. تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول. واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع. رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة. استلمت، حاليا باتجاه الموقع. من بحر إلى سهم 2، خلك بالقرب من الإحداثية. تم رصد الهدف وجاري المتابعة. من بحر إلى رمح 1 ورمح 2، اعتراض الهدف وتفتيشه. من بحر إلى سهم 1 وسهم 4، يتم استيقاف الهدف والتحفظ على الأشخاص. من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية على الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين. سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت. شجاع 239 استلم. شجاع 230 استلم. سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة. تم رصد سيارة على شارع 99 لها علاقة بالهدف. سحاب إلى رئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة. 32 لشجاع، حاليا تم رصد السيارة المشتبه فيه على شارع 99. تدخل 15 إلى الرئيسية، تم التعرف على هوية الأشخاص المطلوبين. هذا السياح المعاد، وقف الغارب، وقف الغارب. من سهم 4 إلى بحر، الهدف لا يمتثل إلى الأوامر، سيتم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك. فانك فوق، لا تحرك، بس الفطايف، لا تحرك. على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجواري تتبعها. من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني مجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني. بعد 59 لسين 1 وسين 2، افتح لي نار العلوية واتجه لقطع المسار المادي إلى موقع الانفجار. استلمت حاليا باتجاه الموقع. مهمة 55 للرئيسية حاليا في الموقع. تم قطع المسار المادي الى موقع الانفجار وجاري تمثيل الحركة المرورية. اخوي الحق علي، ولدي سك على روح الباب مو بعرف يبطل الباب على روحه. ما عليه اختي، بتكون الامور طيبه حاليا وراح ارسل لك عمليات الدفاع المدني، بس لو تعطيني العنوان. عمليات 28 للرئيسيه، وجه فريق الK9 الى الموقع. من 32 الى شجاع، جاري متابعه السياره. Ha ha ha!
معاينة الموقع تبين أن الانفجار ناتج عن عبوة ناصفة تم تفجيرها عن بعد. السيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل منها 4 أشخاص مسلحين. استلمت؟ سيتم إرسال قوات التدخل. من الرئيسية للسحاب تواجه إلى الموقع حسب الإحداثيات. من سحاب إلى صقر 10، إحنا باتجاه الموقع. سحاب لصقر 10، يتم انزال قوات التدخل. من تدخل 17 الى تدخل 10، تم التمركز في الموقع حسب خطة الاقتحام. تم التجهيز وجميع الفرق عند اخر نقطة للاقتحام. سلام 3 2 1، نفذ. تقرير: تم اقتحام المبنى والقبض على 4 ارهابيين. فريق الاقتحام كامل، لا توجد اصابات او خسائر بشريه. مشكورين، يعطيكم العافيه.